بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. حللني يا أبي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنحتفل النهاردة بأهم أو أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى، وهو أحد الشعانين أو نسميه عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، دخوله كملك. واليوم ده الحقيقة له طقس مختلف، يختلف عن أي يوم حد تاني. بداية من باكر يبقى في زفة الصبح في القداس الأولاني، يعني في صلاة رفع بخور باكر، زفة مميزة ويتقري فيها 12 إنجيل وليها أماكن معينة وطقس معين كده. وكمان مختلف إنه كل قداس يتقري فيه إنجيل واحد بس. يوم حد الزعف يتقري 4 أناجيل، والأربعة بيحكوا نفس الحدث، 4 بشائر. على فكرة تعبير 4 أناجيل ده تعبير مش مظبوط، نقول حسب ما كتبه معلمنا مرقس أو لوقا أو يوحنا، سميها 4 بشائر لكن هو إنجيل واحد. فيتقري 4 بشائر. وكمان حاجة مختلفة في هذا اليوم، إن يختم اليوم بطقس حزيني ونصلي صلاة الجناز العام استعدادا لبدء أسبوع الآلام. هذا ما يميز هذا اليوم من حيث الطقس. عايز أتكلم مع حضراتكم في فكرة هنسميها كده الطريق إلى أورشليم. الطريق إلى أورشليم ده اللي عمله المسيح النهاردة، إنه دخل السيد المسيح أورشليم ملك. أو ممكن نسميها الطريق إلى السماء، أورشليم اللي هي السماء. نلاحظ إن في الطريق إلى أورشليم النهاردة من خلال الأربع أناجيل في كذا درس حصل كده ممكن نتعلمها، 4 أو 5 نقاط اللي يمشي عليهم يوصل أورشليم مع المسيح ويدخل أورشليم. ومش بس كده، ده اللي يمشي عليهم يوصل أورشليم السمائية. هنمشي كده في الأناجيل وناخد مقتطفات 4 أو 5 نقاط عشان نتعلمهم ونمشي بيهم عشان نبقى لينا مكان في أورشليم الجديدة وأورشليم السمائية. نلاحظ في الأناجيل الأربعة إنه السيد المسيح يطلب من 2 من تلاميذه، يقول لهم كده اذهبوا إلى القرية التي أمامكما وتجدان أتان وجحش ابن أتان. فأول نقطة مهمة في طريق السماء هنسميها كده تلميذ شاطر. ليه بقى تلميذ شاطر؟ لأن التلميذين دول الحقيقة ما وقفوش يتكلموا مع المسيح ولا قالوا له أنت إزاي هتدخل ملك وداخل على أتان وجحش ابن أتان، ما ابتدوش يفكروا. لكن يقول عليهم البشائر الأربعة يقولوا كلمة حلوة قوي، ففعل التلميذين دول بيتكلم عنهم يقول كده ففعل كما قال لهما يسوع. وفي إنجيل يمكن مرقس فقال لهم التلاميذ كما قال لهما يسوع، لما جم قالوا لهم انتوا ليه بتفكوا الجحش والأتان، فقال لهما كما قال لهما يسوع. فأول نقطة مهمة جدا في طريق السماء، خليك تلميذ شاطر، اسمع الكلام، اسمع الكلام أو اسمع الوصية ونفذها، هتقدر تدخل مع المسيح أورشليم وهتبقى من ضمن الموكب ده. خلي بالكم ده الموكب ده طول ما هم ماشيين في الطريق كانوا عمالين العدد بيزداد، يعني الناس تبص عليهم فايه احنا رايحين فين، أورشليم، طب عايزين نيجي معاكم. فهو ده اللي يحصل. عايز تدخل السماء، عايز تفرح باليوم العظيم ده بالموكب والاحتفال العظيم ده، اعمل زي ما قال لك المسيح. والكلمة دي تفكرنا بأمنا العذراء مريم في عرس قانا الجليل. فاكرين في عرس قانا الجليل
لما راحوا قالوا له ليس عندهم خمر، راحوا الأمنا العذراء مريم قالت لهم ايه؟ مين شاطر؟ قال لهم كده، قالت لهم كده مهما قال لكم ايه فافعلوه. فاول ته، هم اربع او خمس نقط بحرف الته عشان نفتكرهم، اول ته تدخلنا اورشليم وتدخلنا السماء عشان نبقى في هذا الموكب العظيم، ته خليك تلميذ شاطر. احفظ الوصيه يعني اقرا الانجيل، لان الوصيه والانجيل هم دول طريق السماء. سراج لرجلي كلامك وايه ونور لسبيلك، هو ده اللي هيدخلك السماء. اعمل زي ما قالك ربنا بالظبط. السؤال ليا ولحضراتكم، هل في كل موقف انا بتعرض له بعمل زي ما قال لي المسيح؟ صنع كما امرهما يسوع، هل احنا فعلا ينطبق علينا كده؟ الحقيقه مش دايما. بطرس الرسول كان تلميذ شاطر، وكان حتى كلامه يظهره، عشان كده الجارية قالت له ايه؟ انت تلميذ ذاك، انت تلميذ ذاك ليه؟ لان لغتك ايه؟ تظهرك، لغتك تظهرك. يبقى اول ته النهارده في طريق اورشليم او في طريق السماء، هل انا بنفذ الوصيه ولا لا؟ ولا بقعد اجادل اقول لا، المحبه الاعداء دي مش ليا يا ابونا، كل واحد ليه طاقه احتمال. اوكي، انت مش قادر تحب عدوك، طب قادر تصلي له في صمت؟ قادر تصلي له في مخدعك؟ في وصايا صعبه، عشان نبقى على ارض الواقع، يعني في وصايا صعبه، بس بما ان ربنا طلبها فمطلوب مني ومن حضراتكم على الاقل ان انا اعمل ايه؟ اجاهد، عشان يعني على الاقل اخد 1 من 10 2 5 من 10، في واحد ممكن ياخد 10 من 10. لكن اللي سايب، اللي شايف امتحان الورقه او اتجاله امتحان وقال الامتحان صعب، لا انا مش مذاكر، سيب الورقه فاضيه، هياخد 0، هو حكم على نفسه بصفر. فخلينا على الاقل الوصايا الصعبه اللي ربنا بيطلبها منها، خلينا نكون تلميذ شاطر ونحاول ننفذها. ولو ما عرفتش اعمل ايه؟ اصلي ان انا اقول له يا رب اديني ان انا احب فلان ده، انا مش قادر اسامحه، طب غير قلبي، اعن عدم ايماني. صح، الوصيه اللي انا مش عارف انفذها لازم اطلب من ربنا معونه الهيه هو هيديهاني عشان انفذها. يبقى اول ته في طريق اورشليم ته تلميذ الشاطر. اتنين، ته التانيه ته التقدمه. التلميذين دول من محبتهم لربنا عملوا ايه؟ قلعوا ثيابهم وحطوها على الحمار والجحش الاتان ده، والباقي باقي الشعب لما شافهم عملوا ايه؟ كله خلع ثيابه وفرشوها في الطريق. قدم حاجه في طريق السماء، قدمت ايه؟ هو ده الطريق اللي رايح السماء. انت عايز تروح السماء اركب معانا، طب هتعمل ايه؟ احنا كلنا بنقدم، طب انت هتقدم ايه لربنا؟ هو ده السؤال مهم. وكل التقدمات تقدمات بسيطه، الناس دي كلها فقراء وبسيطه، حلتهاش حاجه، اللي عنده هدومه ألح، دي أغلى حاجة ستراه، يعني ده يعني ده معنى حلو، إن هو ما لا يملك شيء سوى هدومه، طب خد يا رب هدومي دي إيه؟ ده نفرش لك الطريق. وناس تانية قطعت أغصان الزيتون وسعى في النخل وفرشوها في الطريق، الطريق ده رايح فين؟ رايح فين الطريق ده؟ رايح أورشليم. كل واحد فينا بقى يشوف هيقدم إيه في طريق السماء. عارفين لما بنصلي نقول يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقين حاملين فضائلهم، يعني الشهداء قدموا ربنا عذابات. واحد زي ماري جرجس يقول له يا رب أنا تعذبت وتعذبت 7 سنين وفي النهاية أدتني إكليل الشهادة، واحد زي مريمينا وقديسة دميانة إلى آخره. ويجي الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا وابو مقار، دول قديسين حاملين فضائلهم. انبا ابراهام يدخل بعطيه ايه؟ فضيله العطاء. طب انا وحضراتكم بقى هندخل السماء بايه؟ تقدمه، هتقدم ايه؟ هتقدم ايه؟ افتكر العيد اللي فات كنت بصلي في احد بلاد المهجر، فيوم يعني وانا مسافر بعد ما صليت عيد الميلاد والغطاس، فجالي واحد خلاص وانا يمكن طالع تاني يوم على المطار، يعني اخر يوم ما اصلي في الكنيسه يعني. واحد جري ورايا قال لي يا ابونا عايزك، ففي حد من الخدام سايق العربيه. قلت
قلت له خير؟ قال لي تعالى بس عشان عايزك على جنب كده. فقلت هيعترف ولا حاجة. فقلت له خير؟ قام اديني ظرف. قال لي انت مش راجع مصر؟ قلت له اه. قال لي الظرف ده عجبني قوي التعبير بقى. قال لي الظرف ده تحطه في حسابي اللي في السماء في مصر. قلت له يعني اعمل بيه ايه؟ يعني مش فاهم. انا فاهم التعبير اول مره اسمعه، بس تعبير جميل من انسان بيفكر فين؟ في اورشليم، في اورشليم، بيفكر في السماء وفي اخر الدنيا، بس عارف ان في مصر والغلا وفي ناس مش يعني مش قادره تعمل وتسوي. ففكر ان هو قال لي حطه في حسابي اللي في السماء فزي ما انت تشوف. فجيت هنا لاحد الخدام وبيخدم في منطقه فقيره، قلت له بص الظرف ده معاه رساله، صاحب الرساله بيقول لك ايه؟ حطه في حسابي اللي في السماء. فلقيت الخادم ده كمان حلو قوي، من كام يوم لقيته بعت لي قال لي قول يا ابونا للراجل بتاع اللي ادالك الظرف، الظرف ده عملنا بيه كذا وكذا وكذا وكذا، وده في حسابه اللي في السماء. حاجه فكره جميله، ان انت بتقدم ايه عشان تروح السماء؟ هنقدم ايه؟ فرشنا ايه في طريق اورشليم ده؟ ولا كل اللي شاغلني ان انا بحوش هنا في الارض؟ حوش على الارض. طب لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. ده الغني الغبي، يا بخته الغني الذكي اللي بيعمل ايه؟ بيحوش في السماء، حوش في السماء. كل عمل بنقدمه لربنا متحوش في السماء، كل حاجه متسجله سواء بوزيتيف او نيجاتيف، خلي بالكم، لان الله يجازي كل واحد كما يكون ايه؟ كما يكون عمله. في واحد بقى عنده ايه؟ رصيد كبير قوي، وفي واحد رصيده في البنك كبير. طيب الحقيقه حضرتك يعني الرصيد ده بعد وفاتك بكام يوم هيبقى ايه؟ ملك لمين؟ ورثه المرحوم، يتضاف اسم كده، لقبين قبل الاسم، ورثه المرحوم فلان الفلاني بس. وفي واحد يورث ابنه او بنته فضائل، يورثهم فضائل، يعلمهم محبه، يعلم الاخوات انه يحبوا بعض ويبقى قلبهم على بعض. يبقى التاء الثانيه ته ايه؟ تقدمه. قدمت ايه؟ عن حب، تقدمه حب. يبقى ته واحد تلميذ شاطر، اثنين تقدمه حب. في ته ثالثه مهمه جدا حصلت النهارده. المسيح لما دخل اورشليم عمل ايه؟ لما دخل الهيكل عمل ايه؟ طهر. بقى ته التطهير. عايز تروح السماء؟ نظف، طهر، نقي، اغسل داخل الكأس. احنا كلنا يمكن بنهتم جدا 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 بخارج الكأس، بس المسيح يقول كده خارج الكأس لكن داخلهما مليان ايه؟ عظام اموات. نهتم قوي بشكلي من بره، لبس العيد ولون شعري ولون مش عارف البدله والايه واللون الميك اب واللبس رائع. الحقيقه في رد بقى جميل قوي على الموضوع ده، يقول كده الله الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى إيه؟ القلب. في واحد يبقى نقوته وطهارة قلبه سكته للسماء. سكته للسماء يعني إيه؟ أصل اللي بيفكر في السماء على طول مش مشغول بشكله من بره، مش بقول نمشي مبهدلين، لأ، بس في واحد كل اللي شغله شكله من بره، في واحد كل اللي شكله شكله من جوه، لأن هو ده اللي يهم ربنا، هو ده اللي ربنا شايفه. رأي الناس بيتغير. هات كده أغلى طقم، أغلى لبس وحطه في فاترينا، في ناس كل هيعجب كل الناس، ولا في ناس هتقول على ده آه وعلى ده لأ؟ في ناس هتقول لأ ده حلو ده مش حلو. لكن هات كده إنسان نقي، قلبه نظيف، إنسان تايب، تلاقي كل الناس بتحبه. يقول لك كده فلان ده ما يختلفش عليه اتنين. ليه؟ أصله مركز على إيه؟ داخل الكأس. فالته التالتة ته التطهير أو ته التوبة. من القصص الجميلة اللي يمكن حضراتكم سمعتوها عن نيافة الأنبا كاراس أسقف المحلة، إنه قد إيه الراجل ده طول حياته، طبعا هو اتنيح يعني، بس طول حياته مشغول بالسماء
بيتكلم على السماء، بيتكلم على التوبة، بيتكلم على الحياة، بس الحقيقة مش وعظ بس. يحكوا عنه أنه كان داخل يحضر قداس، وأب اعترافه تقريباً كان الأنبا بيمن، وداخل يحضر قداس وعايز يعترف، بيدور على سيدنا أنبا بيمن مش عارف يوصل له كذا مرة، ما فيش، قام خلص نفسه بقى، قام اتصل بالسواق بتاع سيدنا أنبا بيمن، قال له فين أنبا بيمن؟ قال له مش موجود يا سيدنا، أخطيت. قال له طب بص، أنا مش ضامن عمري يا ابني، أنا داخل أصلي القداس وعايز أبقى كده قدام ربنا مصطلح. لما يجي أنبا بيمن قال له أنبا كراس عمل خطية 1 2 3 4، واعترف لمين؟ مش بقلل من قدر السواق، بس قد إيه هذا الإنسان مهتم جدا بتوبته وبنقاوة قلبه وبداخل وبيطرد باعة الحمام. خلي بالكم كل واحد فينا في قلبه في موائد صيارفة وفي باعة حمام. عايز تدخل السماء مش ينفع تدخل بدول، لازم تنظف تنقي وتطهر. ربنا ساعات كتير بيساعد، ساعدك يمنعك من خطية معينة، يدي لك علامة كده. في واحد بيفهم، والحقيقة في واحد يعني فهمه تقيل قوي. فالشاطر اللي عايز يروح أورشليم مع المسيح النهاردة يركز في إيه؟ في تيه التالتة دي، تيه التطهير. نمتوا ولا صحيين؟ قلنا كم تيه؟ تيه طريق أورشليم النهاردة، أول تيه خليك إيه؟ تلميذ شاطر، نفذ الوصية، فعل كما قال لهما يسوع. تيه التانية تيه التقدمة، هتقدم إيه؟ تدخل السماء بإيه؟ إيدك فاضية مش هتدخل. عارفين قصة بطرس العابد اللي كان بخيل قوي ما بديش الفقراء، فجاله واحد زنان فقير كده قام خبطه بحتة عيش في دماغه كنوع من الإهانة يعني، وبعدين دخل ينام وشاف رؤية إنه هو ملوش مكان في السماء، كل الشياطين والملائكة مش لاقين حاجة ندخله، الشياطين بيقولوا ده بتاعنا. فجي ملاك قال له لا استنى استنى استنى، ده فيه لقمة عيش الراجل ده كان خبط بيها واحد فقير. قال له طيب دي تشفع له، بس ده قليل قوي، ده ما عندوش رصيد غيرها. صحي من النوم حياته اتغيرت، كان عشار بقى كل حياته لربنا. فالتيه الدنيا تيه التقدمة، تيه التالتة تيه ايه؟ التطهير والتوبة. هقول 2 تيه بسرعة. تيه كمان مهمة جدا، تيه التواضع. عايز يدخل السماء، مسيح نفسه النهاردة إنسان متواضع جدا، ملك الملوك ورب الأرباب، نقول له الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في أورشليم. ظهر إزاي بقى في أورشليم؟ راكبا على جحش بمجد عظيم. جملة غريبة جدا، إزاي بجحش وملك عظيم وجالس فوق الشاروبيم؟ هو أنت مين يا رب؟ أيوة، هو ده المتواضعون دول. هو اللي عايز يروح أورشليم يمشي بالسكة دي، سكة الاتضاع، لا راكب عربية لامبورجيني ولا حرس ولا موكب ولا أي حاجة خالص، جحش وجحش ابن أتان وشوية سعف نخل وهدوم مقطعة قديمة يا ريت جديدة مفروشة في الطريق. ده الموكب الملك، ده الموكب بتاع الملك. عشان يعمل إيه؟ عشان نروح أورشليم. اللي عايز يمشي من طريق الاتضاع اعرف ان ده طريق السماء، والعكس صحيح. انسان المتواضع مكانه السماء، والعكس انسان المتكبر الحقيقه بعيد خالص عن السماء خالص. يقول كده انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع مين؟ المتضعين. الاتضاع ده عايز مؤتمر مش نقطه بس، عشان ضيق الوقت. شوف انت قد ايه انسان متضع، قد ايه بتتنازل عن رايك، قد ايه بتتشبث برايك، قد ايه صوتك عالي، قد ايه بتبرر نفسك. انا ممكن ادافع على نفسي في الغلط ليه؟ عشان عندي ذات. يجي ابقى غلط اللي قدامي غلط في حقي ويجي يعتذر، اقول له مش قابل اعتذارك يا عم، ده العظمه لله يعني ليه؟ ما احنا كلنا بلا استثناء لما بنروح نعترف ونقدم توبه ببساطه خالص، ابونا يحط الصليب على راسي يقرأ لي الحل، يقول لي مغفورة لك خطاياك، خلاص ربنا يقول لي خطاياكم لا أعود أذكرها. ليه ربنا متواضع وإحنا مش متضعين؟ تهت الرابعة ته الاتضاع، آخر ته عشان الوقت، ته التسبيح.
وتسبيح الأطفال، اللي عايز يدخل السماء، اللي عايز يمشي في طريق أورشليم ده، لأن في نهاية الطريق دخلوا أورشليم، بس طول السكة عاملين يعملوا إيه؟ يهللوا ويسبحوا ويرنموا ويقولوا أوصلنا في الأعالي، يعني خلصنا في الأعالي. واخدين بالكم في الأعالي يعني إيه؟ الأعالي يعني إيه؟ يعني السماء برضو. خلصنا في الأعالي، إحنا مش عايزين خلاص بتاع الأرض. لحسن تكون فاكرنا يا رب بنتكلم على الخلاص من العبودية اللي على الأرض، لا لا، إحنا قصدنا خلصنا في الأعالي. تهت الأخيرة، تهت التسبيح وتهت الترنيم وتهت تهليل الصلاة بتاع الأطفال كمان بقى. بيقول كده: من أفواه الأطفال والرضعان هيأت إيه؟ يأت سبحا. يا بخت اللي يرنم ويسبح بقلب طفل. يعني إيه بقلب طفل؟ يعني ممكن أبقى حافظ ألحان صعبة قوي وهزات صعبة قوي، لكن قلبي مش قلب طفل. ممكن أبقى أبونا وحافظ القداس بالقبطي، بس مش قلب طفل. يقول لي ربنا اركن ألحان دي، اركن والقبطي اركن. مش بقلل من شأن ده طبعا، لأن إحنا كنيسة قبطية أرثوذكسية تحب الألحان، بس اللي يقف كل هزة وكل نغمة يفتكر فيها إنه طفل قدام ربنا بيسبح. يعني إيه طفل قدام ربنا بيسبح؟ يعني مش متخاصم مع اللي جنبه، بيحب أخوه. يبقى الهزة دي طلعة كأنها إيه؟ والنغمة دي كأنها كده، يقول لك كده فلان وهو بيصلي كأنه مش على الأرض. ليه؟ أصله فعلاً قلب طفل. لكن لو الموضوع كله ألحان أو صلاة بدون روح، زي ينطبق عليه زي ما ربنا بيقول: هذا الشعب يعبدني إيه؟ بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيداً. يبقى التيه الخمسة، تيه هسميها تسبيح الأطفال أو تهليل الأطفال. عايز تسبح بس خليك قلبك نقي، قلبك نظيف، عشان صلاتك وتسبيحك دي توصل للسماء. زي ما بنقول كده الشوريا والبخور هي صلوات القديسين أو صلواتنا اللي طالعة لفوق. لكن لو إحنا بنصلي ونسبح وأنا متخاصم مع اللي جنبي ومش متواضع وما عنديش بساطة الأطفال ولا إيمان الأطفال، رنم بقى وقول ألحان من النهاردة لبكرة ولا حاجة خالص. يبقى قلنا خمسة ته هما الطريق إلى أورشليم. ته تلميذ الشاطر اللي بينفذ الوصية. ته التقدمة. ته إيه؟ تطهير أو التوبة. ته التواضع. وأخيرا ته التسبيح. اللي هيحيى بدول هيدخل النهاردة مع المسيح أورشليم. ومش بس كده، ده في أي مكان حضرتك هتتواجد فيه كأنك في أورشليم. يعني إيه كأنك في؟ يعني هتعيش السماء من على الأرض. تعيش السماء على الأرض؟ آه، هو ينفع؟ أيوة، ما إحنا ده ممكن نعيش السماء على الأرض وإنت في مخدعك وإنت بتصلي في بيتك لأنك تايب وبنفذ الوصية، وإنت في الهيكل إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا واقفين في السماء. ربنا يدينا نعمة إن إحنا نمشي في طريق السماء وفي طريق أورشليم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.